مرحبا، تردون تعرفون المعلم وين يسافر بالعطلة؟ إلى تركيا المصغرة. ظلوا وياي نهاية المقطع وتعرفون مين هي تركيا المصغرة. ناس صباح، وصلنا لبغداد، تحديدا مدينة الكاظمية. زرنا الإمام الكاظم ودعينا لكم. بما إنه إحنا بمدينة الكاظمية لازم ناكل كبة الكاظمية، كلش طيبة. وهنا وصلنا إلى مدينة السحر والجمال، هي دهوك، من كثر ما حلوة يلقبونها بتركيا المصغرة. وصلنا هنا إلى الأوتيل، وهاي الأطلالة من الشقة. هذا مقابلنا جبل زاوة، مقابلنا جبل زاوة. بما انه صار ليل لازم نصعد على جبل زاوة حتى نشوف مدينة دهوك بأكملها. مدينة دهوك عبارة عن وادي محاطة من جميع الاتجاهات بالجبال.